بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هلا بالحلوين، انا ام فرح خطاب. النهارده هعمل معاكم اجنحة الدجاج بلسان العصفور والخضار. شايفين بقى الجمال، حاجة كده باشا والطعم تحفة جدا. جربيها وان شاء الله تعجبك. بميزانية اقل من 50 جنيه. يلا نبتدي على طول، سهلة وبسيطة وما بتاخدش معاكي وقت. انا معايا هنا معلقة زبدة، معلقتين من الزيت النباتي، انا معايا هنا كيلو من اجنحة الدجاج. هشوحهم كويس جدا من الوجه ده والوجه ده، وهيكون بقى معايا كده 5 فصوص من الثوم المفروم او معلقة صغيرة من الثوم المفروم. ابتدي اشوح فيهم لما ريحة الثوم كده خلاص احس اللي هي تمام معايا، وشوحت كده بالتومة هنزل بالتوابل. انا معايا بقى التوابل، ملح، توابل مشويات فراخ او توابل مشكلة، وفلفل اسمر. هشوح بقى الاجنحه مع التوابل كويس جدا، وبعد كده هنزل بالخضار. الخضار هنا حسب الرغبه، انا استخدمت بطاطس، بسله، جزر، فلفل، تقدري تستخدمي اي نوع خضار انت حباه. هشوحهم مع بعض كويس جدا، وبعد كده هنزل بكوبايتين من الميه كده. تمام، لازم اتاكد ان الخضار اخد كده من طعم التوابل ومن اجنحه. كوبايتين من الميه هسيبها بقى تغطى كده عليها تستوي لما اجهز الترسه بتاعتي او لسان العصفور. معلقتين كبار من الزبده، معلقه من الزيت، واشوح 300 جرام من لسان العصفور. شوحهم بقى لما ياخد معايا اللون الذهبي الجميل او اللون البني. واستخدمت كمان نص كوبايه كده من الشعريه. بعد 10 دقايق هنزل عليها بقى بلسان العصفور، اغطي عليها كمان 5 دقايق، وبعد كده ادخل الصينيه بتاعتي الفرن تاخد لون ذهبي جميل كده من فوق، وشها كده يتحمر معايا، وبعد كده تكون جاهزه للتقديم. سهله وبسيطه جدا وما بتاخدش معاكي وقت. شايفين بقى الجمال، حاجه كده باشا، بسم الله ما شاء الله، تحفه جدا، سهله وبسيطه وما بتاخدش معاكي وقت. عايزه اقول لك اللي كانت لسان العصفور مفلفل والخضار مستوي وكل حاجه فيها كانت بسم الله ما شاء الله. جربوها وقولوا لي رايكم في التعليقات. شايفين بقى جمالها، جربوها بالهنا مقدما. كنت معاكم فرح خطاب، يا رب تكون الطريقه بتاعتي عجبتكم. متنسيش بقى تدعميني بلايك وشير الفيديو مع اصحابك عشان القناه تكبر بيكم. السلام عليكم.